اهلا بكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. العزاز عليا، توحشتكم بزاف بزاف. راني اون روتور على لا ميزون كيما يقولوا. عجبنا واحد دو سيمانه هكاك ولا كتر، واحد الاجواء البنات، غيرنا الجو مع العيله، مع الحاج، مع وليداتي. الله يبارك، تمنيتها مراكم ان شاء الله انتم تزوروها ان شاء الله كاش نهار. وعلاش لا، بلادنا زينه ومليحه والله العظيم. شوفوا بجاية يحكوا عليها، الصحراء يحكوا عليها، ماشي في الصيف. الصحراء مريحة كي نقول احنا من ديسمبر كذا، وروح فيها قالك مناطق هايلة. شوفوا، صبحت على الحصيدة نتاع سميتة القمح، كانت في خاطري وش نقولكم. قلت والله اليوم نديرها وناكلها. درت شوية ليا وشوية لوليداتي، انا درتها بالزبدة نتاع البقرة، ونحب حاجة على كارها. وليداتي دات لهم زبدة نورمال، هذه كانت على بال. طبعا راني ديتكم، هاو الرزق راه عندي، راني قاطعتكم الرزق، هاو انا اللي قال عليكم الرجال ما يتزوجوش بيكم، هاو انا حس بي الله ونعم الوكيل. راح نكوبي اللايف، راه ديني خويا باش غدوه الصباح يبكروا بيا عند الراقي، وكي نريح يا البنات غادي نحكي وندير فيديو ويكون معايا عالي. انا غالب ما تلاقيت به اليوم، بس غادي نتلاقى به كي نريح، نتلاقى به وندير لايف. شابيني بين ربي باش ربي يطيحني في انسان يعرفني. يلا تهلاو في روحكم، ليله سعيده بصح بيناتنا. الصبيغه جاتني شابه، شونجمون دو لوك، تسنى شونجمون دو لاطاي، شونجمون العينين، العمليه تاع العينين، بدلوا المومو تاع العينين. الا ست القلب يتبدل نتبدلوا، غادي يبدل القلب، نبدل القلب، غير القلب البندودي، قلب قاسح، قلب حديده، كي نشوفكم قدامي سمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبيبي، الفيديو تاع اليوم راهو كوكتيل فيه كل شيء. المهم ارواحوا لي جاي، هانا بيوتي. شوفوا البنات، انا كي نحب نهضر على اي واحد، لانكم بنات بلادي، ولي يمسكم يمسني، ولي يضركم يضرني. يعني سبحان الله، ها كيفاه يا بنت الناس، به انا ولا انتي نجيبو مشاهدات، نطيحو من قيمتنا ونحطو البلا علينا. ما دريتيش انتي ربي سبحانه في دقيقة هذيك تدبلي روحك بالسحر وتبلي روحك بالهبال. الله لا يشوف فيه مؤمن، يعجب ان شاء الله عليك دين محمد عليه الصلاة والسلام. دقيقة هذيك نزل عليك ربي الهبال، نتوما حاسبين ربي سبحانه لعبة ولا حاسبين حاجة ربي بعيدة؟ كن فيكون، ما تلعبوش بالنار، راكم تحرقوا في رواحكم. درك انا كيفيق بيك، انا في الفيديو اللي شفته هناء ديجا بيوتي، والله ما نعرفها مسكينه، ولا عمري شفت يعني فيديوهات. هنقول لكم الصح، انا قليل نتبع المؤثرات، نكذب عليكم، انا نحب نتبع محتوى يعطيني فايده، اوكي يعطيني هدف. حتى لا جاتني يعني حنحضر حتى لروحي، حتى لا جاتني يعني الساعه حضر تاعي يخدم وراي، يخدم خدمه يعني تكسبني الاجر وتكسبني الحسنات، ما تجيبنيش السيئه وما تجيبنيش البلا. حاجه بيني بين مالين راجلي ولا بينهم فاميلتي، دارولي عملولي، من نشكي نشكي للناس، نشكي لربي سبحانه. كاينه واحد التعليق قالت وحده في الفيديو، نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، كي قلت لي عجل ان شاء الله في راجلك. شوفي نقول لك حاجه، دعيتي الراجل الموت هذه، انا نقولها ان شاء الله عجلها في راسك انتي، فهمتي؟ كون جيتي مؤمنة صح، الموت حق علينا كل، وراح نموتو كل واحد ما يخلد في الدنيا دي. يا خالي زين لسانه وعرف شو يخرج منه، ويوزن كلامه مع الناس وما يضرش الناس. وننصحو اليوم وغدوة، ما انتم كي تحبوا النصيحة تقولوا فضيحة. كي يجي إمام ينصح يهضر على إنسان، يا أخي فلان ما دير الشك التقي، ثم هذه عندكم ثم فضيحة. كيفاش من وين تخرج كلمة الحق؟ وين تتهدر كلمة الحق؟ ديما ما يعجبهاش، هي تعجبش نص الناس، ما تعجبهمش لأنهم يحوسوا غير على الباطل، يحوسوا غير على الحويج يعني التافهة. حاشا الناس الزينة اللي معايا وحاشا الناس الطيبة. أنا كلمة الحق نقولها أخوتي أو كلاني قلبي، كيفاه واحد يقول لكم أني مهبولة خارجة للشارع ماشي عندي تورني في فيلم مع الحلاق؟ قالوا حلاق نتاعها ولا جو سي بانا. كاين واحد قاعد يصور فيها تتمسخروا بيا، انتم واحد مهبول يجي مثلنا هكاك يا خالتي؟ لا احنا ما نعرفوش المهابيله. انا والله العظيم كنت في المهبول هذا، شفت التيتر جيت نرمي عيني فيه وجاتني الضحكه، وليت غير نضحك سبحان الله. ماشيه بالحفاوه تتامل
وامسحروني موالين راجي، خافي ربي خافي ربي في راجلك هذاك، حتى موالين راجك عملوا فيك حاجة شكوى ربي سبحانه هو اللي يرفد عليك هذاك الضر. ماشي للناس، الناس وش يقولوا؟ انت اعطي محتوى تاعك سامبلومون، حابة تطلعك مشاهدات اختي العزيزة تخدمي على روحك ربي يسهل لك، بس حديري سامبل، كوني انتي على طبيعتك، ما تخليش الناس راح ندير المومو تاع عيني بدلو لا كولور، اني راح نمشط شعري، اني راح نرقد، اني راح نوض، البنات ناكل بسكويت الفلاني ولا الاخر، مي شوية كم كترتو، عيشي حياتك الطبيعية، خليني أنا ننتبه منك، نقولك أنا يو البسكوي هذاك تاع عجبني وش هو وش كليتي، مش البنات راح ناكل، البنات راح ندير، كان الناس مش لاحقين ياكلوا ويتغدوا وما يتعشوش يعني، صح أنتي ولا أي مؤثر آخر، كان الناس مش لاحقة تاكل أخوتي. حسوا بيهم شوي، حسوا بالكوان هذاك، انتي متزوجة كان واحدة مسكينة فاتها العمر وما جابهاش لربي القسم. اه هو راهو الحوايج هادي بيد ربي سبحانه، انتي عندك وليدات كاينه واحده ما عندهاش الوليدات ربي ما عطاهاش، حسوا بيهم شوي. ساعات تحكمني واحد القنطه كي نشوف انا مؤثرات يعملوا في حوايج، نص الشعب هذا شكون قالكم انتم عايش لاباس عليه، نص الشعب هذا شكون قالكم قاعد ياكل ويشبع في كرشه، نص الشعب هذا شكون قالكم قاعد يتكسع، ولا شكون نص الشعب هذا نص يعني يتصبط نص ماشي حفيان، نص وما كانش ان كوان يعني بلاصه هكا يدرك عليها على الشمس وعلى النو، كاي ناس من الصبح تربي وتشقى العشيه باش يجيبوا غير شويه خضره من شاطه خبز لولادهم، خافوا ربي في الناس هذا، خافوا ربي. وانا واحده من الناس انا مديره المحتوى ده والله العظيم، عندي اندون في الماكله وعندي يعني حوايج تاع الكاطو، نحب نوصل يعني معلومه، كان الناس يعني سبحان الله تكتر لك حوايج في الكاطو ولا في الماكله هكا غير ما تجي ماكلتها مليحه، وكان انا قادره ندير بلا لحم ماكله تجيب لي عسل، يعني كان نمشي مع الناس اللي عندها والناس اللي عندهاش، وديما نقول سامحوني سامحوني الناس اللي تسخف، سامحوني الناس اللي تشاع، وان شاء الله ربي يعطيكم ما عطاني صحه، نتمنى لكم الصحه انا لانها اكثر حاجه مهمه في الدنيا دي، الصحه والهنا وراحه البال، اما الشيء الاخر كل البنات صدقوني زايل وفايت داكار. هنا بنتي ولا اختي ولا صديقتي ولا بنت بلادي كيما حابه تسميني سميني، نحي لك الحوايج هذه والله انتي حلوة وباهية، بس ما تعمليش الحوايج هذي تخلي الناس تشوفوا، يجي وقت يفقدوا فيك المصداقية ويفوتوك، اوكي كوني على طبيعتك برك داكار، ولا كاش ما حد عندك مشاكل عائلية ولا خليها بينك وبين نفسك وربي سبحانه اللي حلها لكم، شي العبد داكور تشنعي، وقال كاين الناس يضحكوا عليك سا ديبون، مش قاع انك كيما قالوا ارضاء الناس غاية لا تدرك، مش قاع الناس راح يحبوك اكيد كيما انا مش قاع الناس يحبوني، انا الفيديو اللي درته الاخر تاع زميرة سمعت كلام وجع لي قلبي، اخي ما سبيت ما هدرت، قلت لك روحي هنا يا زميرة، راني كي امها في عوض امها، راني اكيد امها في عمري انا 50 سنة مش صغيرة، روحي يا فلانة تولهي من بنتك، خرجت امها قالت بلي كذا وكذا وكذا، ربي شافيها لها وربي صبرها ان شاء الله في المبتلى هذا، وربي يعوضها خير ان شاء الله في بنيتها، وربي يطول في عمرها يصلح لها احوالها، احنا ما نتمنوش الشر مهما كان من بلادنا، انا نهضر على الاسلوب نهضر على الطريقه اللي ماهيش مليحه، ما نكرهش ازميرالدنا ونعرفها بنت الناس بنت بلادي مهما كان، كون نسمع عليها حاجه يعني كاش حد يعني هكا مسها ولا ما نحبش كلمه الحق نقولوها خوتي، علاه نهربوا من الحق ما نهربوش من الحق، اي كنت فرحه فرحانه يعني نحب نشحن الفرحه هذيك الطريقه هذيك نشاركها مع اهلي وناسي ومن بعد حباباتي انتم نسمعكم يعني، ولا طريقه الفرحه نوصلها لكم في الانديريكت، تكون حاجه تميد حزن ولا ما يجينيش مخي انا يعني، عدات عليا وقت انا بابا توفى الله يرحمه، ما قدرتش نصرح بيها في قناه نقول لهم بابا توفى، علاه يحسوني هكا شو كي تعود كاينة علاقة ما بين هذاك المستمع المتابع وبينك، علاقة طيبة وطيدة راح يحسك في الهضرة تاعك في التنفيسة تاعك،
يحسك سي باسا يقول لك وش بيك، مش حتى نقول ولا هو وحده يتوله مني وش بيك مدام وش بيك، فهمت؟ وحده يتوله منك، هو وحده يطبطب عليك، مش حد انت تروح جاي. الناس ما عادش تنجم، الناس عايشة في الضغط، الناس عايشة في ضغط يعلم به غير ربي. ما طبينا احنا نحول مع بالهم ونسولو مع خاطرهم، كلمة طيبة كلمة زينة، يعني قاعدة مع بعض يعني لما حلوة، فاهمين الحوايج هذه؟ خلاص ليه عايشين في يومياتنا الحياتية يعني الحقيقية راي تكفي. هذا عالم افتراضي، واحد ما يعرف واحد، ما نلومه حتى لو واحد. اوكي، لازم نفوتوا لبعضنا، هذه امور في الدنيا هذه لازم تفوتوا لبعضنا بعض، ما نقعدوش علاه وكيفاه وما تبعتوش ما سقسيتوش عليا ولا. سبحان الله، كل واحد اموره، مش لازم عليا نقعد معاك انا نقعد نسقسي وراك. سبحان الله، ماذا بيا نكسب جمهور، انا مش نخسر جمهور ولا لا. نتمنى ان شاء الله هذا الكلام يكون وصل لهنا، داكار؟ ولكن انت مسحوره، ربي يشافيك، داكار؟ بصح ما بقيتوش تعملوا الحوايج هذه الكذوبات، والله كرهتونا. انا دي فوا كي نلقى كيما هكا نشوف بحال، شوف كون يغنوني ما بقيتش نرجع لك العبد، كون يقولوا لي واش يقولوا، يقولوا لي اه سي بون صاي ديكوتاج، ترمي وراك وشي هو ده. وصلت بكم للدرجه دي؟ عجل المشاهدات، الله الغني. القناه مشي حد فاصل في الحياه هذه، كاين اولويات في الدنيا دي، كاين عائلتك، كاين زوجك، كاين فاميلتك، ربي اللي يحاسبك عليهم، غدوك حترجع لربي سبحانه. القناة هذه مجرد يعني تسلية، مجرد حاجة إضافية كي نقولو احنا، منها تثبتي وجودك، يعني كاين عندك إمكانيات، ممكن توصلي ممكن ما توصليش، كيما أنا قناتي جديدة ممكن نوصل ممكن لا، ممكن نكسب ناس وممكن نخسر ناس. ومرحبا باللي معايا، ومرحبا باللي خسرني، بس حدد لي جامع الفيديو. ما تنسونيش بالجامع الفيديو البنات. المهم ربي يفرحكم وربي يهنيكم كامل، وربي يعطيكم ما تتمنوا، وربي يصلح حال بنات بلادي المؤثرات هذو، لانه للاسف راني نشوف واحد الامور تنهيدها هذه تكفي. يعني وش نقول لكم، حطوا بلي روحكم راي الموت قريبة ليكم، داكار؟ وراح توقفوا بين رايدين ربي سبحانه، وراح يحاسبكم على أمور اللي عملتوها في الدنيا هذه الكل. احنا ماذا بينا كي نسافر ان شاء الله ونرحلوا من الدنيا هذه الفانية الدنيا كي نقول حنايا الصحيحة الدائمة كما قالت جدتي الله يرحمها، نخلوا لله أثر وكلمة طيبة، لانه هذه القناه راح تستمر من وراك، هذه القناه راح تربحك في الاخره وراح تخسرك، لان اي انسان يدخل يتاثر بيك يعني بكلام سيء يولي سيئك، يعني حتى هو اخلاقه تتبدل للاسوء راح تتحاسب عليها، واذا تبدلت للجيد وللاحسن راح يؤجر عليك، يعني ربي سبحانه يؤجر عليك حسناته واجر يتبعك حتى ليوم الدين، داكور؟ اذا ان شاء الله هذا نداء يوصل لهنا بيوتي بنتي، ربي روحك نحي عليك هذه الامور، واللي غرست لك هذه الفكره في مخه نقولوا يعطيك كسر على فمك. لانك عملتي حاجه ماشي مليحه، توصلت لمراه تكذب، لاني نحسيت فيها 50% قالوش ماشي نورمال، داكور؟ ربي شافيك ان شاء الله كما راكي تقولي، والايام تكشف الامور هذه. شوفوا كيف يقولوا ناس بكري كذب والحبل تاعو قصير ولا لا، هذه ردي بالك او ما يدومش، ولا حكموا عليك المتابعين لكذب انشيط كتر من اللي كان تقبل. يعني شفتي فيديوهات تاعك هكاك باك ملاحظه سطحيه، كنتي صافا مليحه لاباس عليك، واش خصك بالعقل باك وتبني وتطلعي حابه تطلعي درجاتك، وكل ضربه واحده هنا درجه بترجع، داكار؟ انا قناتي هذه ما كنتش معوله خلا عليها، درتها غير هكاك وخلا على ربي، والحمد لله عندي حباباتي متبعيني، ربي يجازيكم خير عني، وربي يعطيكم ما تتمنوا، ما يعني ما نلزم حتى لا واحد انا يعني نفرصي عليه ارواح ومنه وعليه، ما لا لا لا، كل واحد عنده ظروفه في الدنيا هذه، وانا عارفه المشاغل بزاف
يعني الله يكون في العون. فقط نحبكم ونعزكم ونموت عليكم، نتمنى لكم كل خير، نتمنى لكم الفرحة، ونتمنى لكم الاستمرارية والنجاح والتوفيق. ربي يفرحكم بوليداتكم بأهلكم، ربي يبعد عليكم الشر، ربي يبعد عليكم المصايب، وإن شاء الله ندعو مع بعض يا رب العالمين. اللي راي ما جاب لهاش قسم، ربي يرزقها الرجل الصالح، وربي يرزقها الذرية الصالحة، وربي يرزقها الناس الطيبة، ويفرج على البيبان على كل المؤمنين المسلمين إن شاء الله والمغبونين في هذا الزمان. نرجع، واش درت معاكم؟ شفتوا الأمور يعني الوصفات تاع اليوم؟ كاش ما حاجة عجبتكم حبوباتي قولوا لي برك، ونديرها لكم يعني فيديو محايد، نشرح لكم يعني واش طيبت. يعني فيديوهات عندي كثار، وما لقيتش روحي كيفاش ندير كيفاه نعمل. نحط لكم نتاع الجولة نتاع وهران ان شاء الله، تاني درنا جولات ورحنا بلايص يعني روعة، عجبوني بزاف. توب توب الغلا صح كاين عندهم، لكن شو نقول لكم، هايله هايله. اذا كان هذو الاطباق تاعي تاع نهار اليوم، درت شوربه معكم، درت جبح الصفراء، درت خبز الدار هذاك جبح الصفراء درتها باللانزاج، كنت خدمته معاكم في واحد الوصفه نتاع المربى نتاع اللانزاج يعني عندها مده، وخبيته يعني حتى الحق يعني العيد، وطيبتهم جاو بالنهايله. وهذا الليمون جبته من الجردين تاعي، راح نعصره كامل ونخبيه في المجمد، يعني نستعمله كعصير، نستعملو للسلاطة، يعني نستعملو دي ترونش هكذا، يعني نحطو في ليزاسيات نزين بيه، يعني نوع يعني القشور ما نرميهمش كذلك، نستعمل المهم حاجة بالفايدة. هذه طبعا حبيبات نتاع عين بقرة تاني من الجاردين تاعي. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، وهذا الامر اللي جيت نحكي فيه يوم كلاني قلبي نقول لكم الصح. واش رايكم انتم في الامر اللي صرا العناء بيوتي؟ هل حقا يعني انتم قبلتوه؟ هل انتم حقا يعني كيف انا ما دخلتنيش هذه الحكاية؟ نقول لكم تهلوا في رواحكم، نحبكم نموت عليكم خواتاتي وبناتي العزاز عليا. الى فيديو اخر، طولت عليكم سامحوني، الله غالب. نتلاقوا مرة أخرى، نقولكم سلام.